ويسعدني ان يكون معايا المخرجه دكتوره فاتن شركس رئيس مجلس الاعلاميين الدوليين. بقول لحضرتك مليون مبروك على الندوه الجميله. وانا برحب بيكم وبقناه الشرقيه وبالاستاذ محمد سعد اللي منورنا في كل حاجه حلوه هو بيحليها اكتر. شكرك، ده من ذوقك والله. ربنا يخليك. قولي لي بقى النهارده ندوه خاصه عن المراه في الدراما. عايز اعرف الفكره الاول جات لك ازاي وليه المراه تحديدا في الدراما؟ هما بيقولوا ان المراه نص المجتمع، لكن انا بقول المراه كل المجتمع، والمراه لا تصدر ضوئها الا من مجتمع يحبها. فبالفعل احنا مجتمع بنحب المراه، مش عشان انا مراه، ولكن المراه هي هو فعلا الرجل بيكمل المراه، ولولا الرجل ما كانت المراه. فلو كانت المراه هي الوزيره او المراه هي السفيره، فالرجل هو رئيس جمهوريه هذه المراه. فمن هنا حاولنا ان احنا نعمل حاجه للمراه ونكمل للمجتمع الباقي اللي هم ما يعرفوش.